السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو اليوم يتمحور حول موضوع كيفية تصميم مطلع فيديو أو عرض باستعمال الباوربوينت. إذن أولا وقبل كل شيء سوف أعرض عليكم الفيديو الذي سوف نقوم بتصميم مثله. بعد فتح بريزونطاسيون جديده ملاحظتنا الفيديو اللي شاهدناه انه كيتكون من مقطعين. المقطع الاول يبدا بانتقال عبر تاثير الى صوره على شكل ستاره، والمقطع الثاني يبدا بفتح الستاره شكل صوره متحركه بها كتابه داخل الاطار. بمعنى أن إنتاج مثل هذا الفيديو باستعمال باوربوينت فنحن نحتاج إلى شريحتين. عندنا شريحة، سوف نضيف شريحة ثانية. On clique sur accueil, onglet accueil, groupe diapositive, après nouvelle diapositive. وغنحاولو نحذفو إطار الأول والثاني الموجود في الشريحة. ونعود إلى الشريحة رقم واحد. أول شيء سوف نقوم هو إضافة خلفية على شكل ستار. إضافة خلفية سوف نتطرق إليها بطريقتين، سوف نستعمل الطريقة الأولى في الشريحة الأولى والطريقة الثانية في الشريحة الثانية. إذا نبدأ بالطريقة الأولى، سوف نذهب إلى التبويب Conception، بعد ذلك سوف نختار Group Personnalisé Option mise en forme de l'arrière-plan. شنو كتمكننا هاد لوبسيون دو لا ميز اون فورم دو لاريير-بلان؟ كتمكننا من تغيير خلفية الشريحة. اللي كنعرفو على هاد لونغلي كونسيبسيون هو كيمكننا من اختيار قالب من القوالب التي يوفرها لنا الباوربوينت. إذا لم نقم باختيار قالب أو سكون أبيل أن تيم أو تمبليت au début de l'ouverture de la présentation, فممكن à travers l'onglet conception نختار le thème libriste avec la variante de couleur اللي كتناسب العمل ديالي، وإلا كان القالب اللي اختاريت مع الألوان اللي كيمنح ليا الباوربوينت ما كتناسبش العمل ديالي أو لا مارقتليش، فعندي إمكانية إضافة une mise en forme de l'arrière-plan، وذلك سواء باختيار لون أو مجموعة من الألوان أو إدراج الصورة. إذا بالنسبة لنا حنا غنختاروا إدراج الصورة، هو كياخذ الصورة الأخيرة التي استعملت كخلفية. أنا كنختار انسيري à partir d'un fichier، ومن بعد كنبحث على الصورة ديالي اللي غادي نلقاها في ان دوسيي كي سابيل موديل d'arrière-plan format rideau. On va choisir le modèle rideau 1. لاحظوا معايا ان ولات عندي الخلفيه ديال الشريحه رقم 1 على شكل ستار. نمر الان الى الشريحه رقم 2. ما نستعملوش نفس الطريقه، غنستعملوا طريقه ادراج صوره فوق الخلفيه البيضاء. سوف نقوم بذلك استعمال تبويب و سكون ابل اونغلي انسيرسيون، ابخي جروب ايماج، ابخي اوبسيون ايماج، سي تاباري. كنختار لو دوسي اريير بلان، سو دوسي اريير بلان، ومن بعد كنبحث على لاريير بلان سو فورم d'un cadre. Et on clique sur insérer. Ou هنا مباشرة كتوضع ليا صورة فوق خلفية الفارغة أو الخلفية البيضاء.
ممكن الصورة يكون لاطاي ديالها صغر من لابيابوزيتيف، فيكفي أن نقوم بالتكبير عن طريق لي بوتي سيركل اللي عندي في لو كونتور. إذن هنا كنكونو قمنا بإضافة الخلفية للشريحة الأولى، إضافة الخلفية للشريحة الثانية. إذن إلى قمت بالرجوع إلى الفيديو منذ البداية، كنلاحظ أن قبل إظهار الستارة كان واحد التأثير لانتقال شريحة إلى أخرى. إذن أولا وقبل كل شيء كنختار الشريحة اللي بغيت نطبق عليها الانتقال بتأثير. من بعد أونغلي ترانزيسيون، هنا كتعطيني مجموعة من التأثيرات. إلا دخلت اللائحة كنلقى مجموعة من التأثيرات بالأشكال الهندسية اللي كتعطيني النتيجة، الاسم والشكل الهندسي النهائي. أنا بالنسبة ليا غنختار ليفي توربيون، وكنقوم بالاستعراض الآني لمشاهدة النتيجة الخاصة بالشريحة رقم واحد. إذن كتوضح لي أننا طبقنا ما هو موجود في الفيديو بالنسبة للشريحة رقم واحد. نقوم بتمرير الفيديو للوصول إلى المقطع الثاني. لاحظوا معي أنه للمرور للمقطع الثاني قمنا بفتح الستار. إذن هذا نوع من الانتقال على شكل تأثير فتح الستار. إذن الآن نقوم باختيار الشريحة رقم 2 وبنفس الطريقة أونغلي ترانزيسيون إيفي إي أون شوازي ليفي غيدو، ونقوم باستعراض النتيجة. لاحظوا معي النتيجة ليست كما شاهدنا على الفيديو. لماذا؟ الاستعراض الذي قمنا به فهو استعراض انطلاقا من الشريحة رقم 2. احنا عندنا الاستعراض النهائي اللي غادي يكون على شكل فيديو، سوف نبدأ انطلاقا من الشريحة رقم 1. اذا مني قام بفتح الستارة فقام بفتحها وكأن الشريحة الموجودة في هذا العرض فقط الشريحة رقم 2. الان سوف نقوم باختيار الشريحة رقم 1 ورؤية الاستعراض انطلاقا من الشريحة الأولى. الآن نجد أن هناك فتح للستار واستعراض مضمون الشريحة الثانية. كي يبقى لنا أن نضيف الموجودة داخل هذا الإطار، فنقوم بإدراج une forme à travers l'onglet insertion, illustration, forme, et on cherche la forme qu'on appelle parchemin horizontal. نحاولوا نرسموا هاد لا فورم واحد لا تاي اللي مسموح بها داخل الاطار. دونك هنا بعد قيام بالرسم بعد نقوم بمجموعة من التغييرات. أول تغيير نبدأ به هو تغيير الرومبليساج. إنك لاحظوا أن الرومبليساج عندنا على شكل صورة اللي هي لوغو دو مايكروسوفت تيمز. هنا كنبحثوا على لوغو أوفيس 365، من بعد كنبحثوا على لوغو مايكروسوفت تيمز، هنا كيكون عندي لوغو داخل الشكل اللي اختاريناه. كيبقى لينا ان هاد اللوغو اللي لاحظنا انه هنا كيتوضع فواحد لاغيير بلون بلون، هنا كيبان لنا ان لاغيير بلون اون روز بحال لي كولور اللي عندي في لي كوتي ديال لو كادر. اذا هنا غادي نحاولوا نديروا تطبيق خاصيتين اللي غيمكنونا من اننا نلاحظوا لاغيير بلون بهاد لا كولور، هي effet lumière. On va choisir la lumière 11 points. هنا كتعطينا واحد ليفي دو لوميير
لو كونتور دو لا فورم. من بعد غادي نحاولوا نحذفوا لو كونتور. كيبقى لينا لاغيير بلون اللي عندنا في ليماج، هنا كيتزاد عندنا اوتوماتيكمون ان اونغلي فورما دو ليماج كي كونسيرن ليماج اون رومبليساج دو لا فورم. دونك اون كليك سور فورما دو ليماج، من بعد كنختار لو جروب اجوستي l'option transparence. Il règle la transparence de l'image. L'ardo maya le choix de la transparence en pourcentage. Rakibi lina enna nefs la couleur li indi had la forme hiye li indi la vidéo. Et on clique pour valider le choix. Idan l'an sauf an akoum bi idafat an nas. دونك قبل معرفة كيفية إضافة النص، غناخد هذاك النص اللي عندي مكتوب من هي الدورة التكوينية الثانية عن بعد المديرية الإقليمية، غندير ليه كونترول سي بلس، ومن بعد كنكون دائما في لا فورم، كليك افيك لو بوطون دغوا في ان اوندغوا دون لا فورم، موديفي لو تيكست، وكندير كونترول في. هنا غادي نقوم اختيار conserver uniquement le texte، ومن بعد ممكن نقوم بتغييرات اللي خاصة بهذا النص على حسب شكل الكتابة ولا طاي ديالها الى غير ذلك. دونك اول شيء غادي نقوم به هو تغيير لا بوليس ليكريتور، كنختار اندلس. ثاني شيء كنقوم به هو انني كنختار من لو غروب باراغراف لا بوزيمون دو تيكست ا دروات، من بعد كنختار ان اسباس اونتر لي لين ما بين السطور، نحاول نكبروا شويه، وكنطاي دو لا بوليس. وهنا كنكونوا قمنا بجميع التغييرات اللي كتخلينا نحصلوا على نفس الشكل اللي عندنا في الفيديو. حاولوا نمروا ما بعد فتح الستار، لاحظوا معايا ان كيكون واحد الحركيه للصوره او للخلفيه اللي عندنا في الشريحه رقم 2. اذا كيف يمكن القيام بهذه الحركيه؟ هنا الامر بسيط جدا، كنختار الصوره اللي عندي خلفيه للشريحه رقم 2، وعندي ان اونغلي كي سابيل انيماسيون، هذا هو اللي كيعطيني الحركيه، يعني من انني نضيف سواء حركه اظهار للدخول او للخروج او حركه اظهار اثناء قطع الشريحه. انا بالنسبه ليا اثناء استعراض الشريحه هو اللي كيهمني ان كيكون عندي واحد الشكل اللي كتاخذوا ليا الحركيه تاع الصوره الى غايه نهايه الشريحه. اذا هنا كنختار اجوتي اون انيماسيون، كيف تكلمنا عندنا لي زانيماسيون دونتري اكسونتواسيون، كيبقاو لي زانيماسيون دو سورتي هما كاينين اون با، عاد دي زانيماسيون سو فورم دو موفمون. دونك انا كنختار بالنسبه لي هنا غنختار اكسونتواسيون امبولسيون، يجب التحكم في طريقة إظهار هذه الحركية على الصورة. اللي كيساعدني على هذا التحكم هو أن تفعيل لو فولي أنيماسيون، هنا كيوضح لي لو نوم دو ليماج، وكيعطيني فكرة على الطريقة باش الحركية ديال الصورة تظهر في الاستعراض. أنا اللي كيهمني أنني غادي نمر من لا ديابوزيتيف 1 لا ديابوزيتيف 2، يعني أبخي لوفيرتور ديال لو غيدو، هي انك تبان ليا واحد الصوره تتحرك، تعطيني واحد الحركيه. اذا هنا ما غنحتاجش انني ندير ان كليك، خاصة الحركيه تبان بطريقه اليه. دونك كندير افيك لا بريسيدونت اول شيء. بالنسبه لا ديوري هي الحركيه، غنحاول نكبر شويه لا ديوري، ولاحظوا معايا وانا كنزيد في لا ديوري وهاد لو ريكتانجل كيكبر. إذا ما عندي الإمكانية أنني نكبر لا دوغي أترافيغ الفلاش، ممكن نقوم بتكبير انطلاقا من هذا المكان، يكفي أنني
صوفي حتى كيبان ليا هذا الشكل عندي، حتى كيبان ليا هذا الشكل اي جو تير، حتى المكان اللي بغيت نوقف فيه الحركيه، بمعنى الحركيه غادي طوال واحد المده ديال حتى ديال ثواني ولا جوج ديال ثواني على حسب المده اللي بغيت انايا. اذا هنا غادي نقومو باستعراض لاحظوا معايا ان الحركه اللي خاصه بالصوره شفناها مره واحده فقط، فاذا بينا في الفيديو انها كتكرر عده مرات الى نهايه الفيديو. اذا هنا شيء بسيط، اذا نمشيو لفولي انيماسيون كنختار هاد لافليش جو كليك افيك لو بوتون غوش لا سوري، كنختار مينوتاج كيعطيني هاد لا فينيتر اللي منها كنختار la répétition jusqu'à quand, jusqu'à la fin de la diapositive. هذا هو اللي كيهمني، ان تبقى ديك لا ريبيتيسيون ديال لو موفمون jusqu'à la fin de la diapositive. كندير ان كليك سور اوكي، لاحظوا معايا وكنحاول نعاود الاستعراض فقط الخاص بهاد لا ديابوزيتيف، يعني كيهمني انني نلاحظ واش الحركيه غتبقى طيلة استعراض الشريحة. نكونو قمنا بالإضافات اللازمة الخاصة بالشريحة الثانية، إضافة عنصر قبل إنتاج فيديو هذا العمل. العنصر الذي سوف نقوم بإضافته هو الصوت. دائما كيكون عندي المقطع اللي هو على تمطلع الفيديو، ما كتكون فيه واحد الصوت اللي ممكن اضافته. هنا سي سامبل، كنختار لا بروميير ديابوزيتيف اونغلي انسيرسيون لو جروب ميديا اوبسيون اوديو اوديو سور مون بي سي. دونك هنا كيكون عندنا مجموعه من الاوديوهات اللي درنا ليها تيليشارجمون حتى هي، دونك كنختار مثلا هذا الاوديو جو كليك سور انسيري. العنصر اللي قمنا بالاضافه ديالو محتاجين اننا نقومو بمجموعه من التغييرات في الاعدادات الخاصه به. يكفي اننا نكونو سور لوبجي، كنختارو لونغلي ليكتور اللي كيضاف مباشرة بعد إضافة هذا العنصر، كنختار ليكتور ومن بعد كناخد لي زوبسيون أوديو. أول تغيير غنقوم به هو أننا لو ديماراج دو لوديو سا دوا سو فير دون مانيير أوتوماتيك. بعد ذلك لا ليكتور دو لوديو سي سور توت لي ديابوزيتيف، بمعنى ما غاديش نعاود نكرر نفس العمليه، يعني النوتر اوديو اللي غادي نقوم بالاضافه ديالو في لا دوزيام ديابوزيتيف. وهنا ما غاديش يكون واحد التناغم بين الصوت لاننا نضيفو اوديو اللي غيعاود يبدا من البدايه، ما يكونش واحد الانسجام. غنختار لير سور توت لي ديابوزيتيف. والامر الاخير اللي خصني نضيف ايضا اللي هو ماسكي pendant la présentation. وكنلاحظوا اننا لوبجي كيف ما كنزلو على لا ديابوزيتيف كيف ما كيبان لينا في الريزولتا في الاستعراض. اذا كنختار ماسكي اوندون لا بريزونطاسيون وكنضيف شيء اخير اللي هو فقط كتاكد من لو نيفو دو فوليوم الى كنقوم بالاستعراض. بالنسبه للاستعراض فمنذ البدايه كنقوم بالاستعراض بدياغراما من لا بار ديتا، ممكن كاضافه نستعملو لو كلافيي. دونك يكفي انني نضغط على لا توش اف 5، كنختار اونغلي دياغراما وكنختار ا بارتير دو ديبي او ا بارتير دو لا دياپوزيتيف اكطويل.
يعني راه نفس الشيء اللي كنقوموا به في حاله ما الا كنا في لا ديابوزيتيف واختارينا ديابوغاما من لا بار داتا. اذا قبل ما نقوم بتحويل هذا العرض الى فيديو، فقط كاشاره بالنسبه لاثناء الاستعراض كيبقى لنا الاختيار اما المرور من شريحه الى شريحه باستعمال كلافيي، يعني كندير اونتري على حسب المده اللي محتاج تبقى فيها لا بريزونطاسيون ديال لا ديابوزيتيف، يا اما كنقوم ببرمجتها بطريقه اوتوماتيكيه. هنا كنختار هاد لا ديابوزيتيف مثلا هادي وكنمشي للترانزيسيون. الترانزيسيون هما لونغلي اللي خدمنا به الانتقالات على شكل تاثيرات. هنا اون فوا ملي كنكون مختار واحد لي في، لاحظوا معايا ان هنا باسي على ديابوزيتيف سويفونت كيكون سوا مانويل سوا ابري واحد لا دوري. حنا بالنسبه لنا في الحاله ديالنا غنخليوها مانيوال لاننا فقط اثناء انتاج الفيديو راه غادي نقومو بالمرور من شريحه لشريحه، ما عندنا نكونو كملنا عمليه اعداد مطلع الفيديو، يبقى لنا عمليه انتاج هذا الفيديو بطريقه سبق لنا اننا تكلمنا عليها في الورشه الرابعه من الدوره التكوينيه بالمديريه. كنختارو لونغلي ديابوغاما، من بعد كنختار configuration، من بعد كنختار enregistrer le diaporama à partir du début، وهنا غنقومو بتفعيل enregistrer. إذا هنا قمنا بتسجيل الاستعراض والعملية الموالية هي فيشيي انرجستري سو باركورير بور شوازير لومبلاسمون، كيعطيني ان لومبلاسمون بالنسبة للون كنختار موديل دو جينيريك، كيبقى لي الاساسي الشيء الاساسي هو لو تيب دو فيشي اللي هو ام بي 4. وكنكليكي على انريجستري. هنا راه كنلاحظوا ان لا كرياسيون دو لا فيديو اي اون كور، وكنتظروا الى غايه استكمال هذه العمليه. كرياسيون كملات. اذا وصلنا الى نهايه هذا الفيديو الذي قمنا فيه باعداد مطلع فيديو او عرض ما بطريقه مبسطه باستعمال الباوربوينت، وشكرا لكم والى فيديو قادم ان شاء الله.